اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ ونتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشره، ويتواصل تجوالنا في كل مكان وقوفنا عبر المساحه الخدميه المتاحه دائما عبر صباح الشروق. ونحن في فصل الخريف، تاتي الامطار وهناك بعض السيول والفيضانات نزل الله انه تتنزل على كل اهالينا في كل مكان في السودان خيرا وبركه ونماء ايضا يا منى. بالتاكيد، ويعني اكيد هناك ضرر كبير جدا من الطبيعه على انسان بعض المناطق الموجوده في السودان، خصوصا مناطق كجبي الى خور المحفور. هذه المناطق بها ضرر كبير جدا، لذلك احنا بضيافتنا الاستاذ عبد الحميد ابراهيم الكاشف، وهو مغرر لجنه الاعلام لدرء اثار الفيضانات بتلك المناطق. صباح الخير عليك. مرحبا بكم يا ناس قناة الشروق، وسعيدين لهذه الاستضافة، وهذه فرصة طيبة يعني من خلالكم ومن خلال هذا المنبر المتميز نعكس معاناة أهلنا في تلك المنطقة. يعني معاناة وكارثة يعني فوق ما الناس تتصور. نحن بنعاني معاناة يعني لا يعلم بها إلا الله. تقريبا الصور بتوضح والفيديوهات بتوضح الحاجة حاصل الضرر الموجود الان. جميل، كل الناس تابعت في الايام اللي فاتت واللي شافت الصور في الوسائط المختلفه وعبر الشاشه ايضا في محليه مروي، خسائر الممتلكات الكبيره جدا، فقد الناس للمنازل، حتى خروج التماسيح يعني، وتهديد الاهالينا في كل المكان. خلينا نكون في الصوره معاك بالضبط عبر حديثك الان، لانك انت اكثر من شاهد عيان يعني، ونعرف الوضع بالضبط الآن، والآن ما هي الحالة هناك وما هو الوضع هناك؟ الوضع الآن المنطقة تقريبا من كجبي إلى خور المحفور، الرقعة الزراعية غمرت تماما، يعني تماما مغطى بالمياه. كم غرية تقريبا؟ ست غرة تحديدا، ست غرة هذه المناطق الغمرت الآن تماما، الرقعة الزراعية غمرت تماما. إنسان المنطقة دي بيعتمد في كل حاجاته على زراعته. يعني الآن لو زول ماشي يجيب له ربطة بتاعت خضرة ما موجودة. الحاجة الثانية يعني بدأت انهيارات في المنازل، يعني أنا في غريتنا قرابة 56 منزل دعك من الغرة الثانية، 56 منزل انهارت، خلاوي انهارت، الأندية بتاعتنا انهارت. بالإضافة لأنه نحن الآن نواجه مشكلة كبيرة جدا في العلف بتاع الحيوان، يعني الضرر وقع على الإنسان، وقع على الممتلكات بتاعته. الآن الضرر يعني نحن حيتضرر الحيوان بتاعنا ضرر كبير جدا. نعم، زي ما شايفين الصور الآن أمامنا يعني على الشاشة. على الشاشة لو تلاحظ على الشاشة، كل الجهد الموجود ده جهد شعبي، يعني الآن الناس جهد شعبي. يعني أهل هذه الغرة الستة اجتمعوا في نادي زومة، وزارنا عضو مجلس السيادة. طيب احنا خلينا واحنا بنعاين الصور دي وبنتابع فيها، في سؤال بيطرح نفسه، الزيادة الرهيبة دي جات من وين؟ وليه السنة دي؟ ما كان في اهتمام، ما كان في تواصل، ما كان في آليات متوفرة من الجهات المعنية والمختصة بتلك المناطق من كجبي إلى خور المحفور؟ احتدنا على زيادة النيل سنويا، واحتدنا تماما إنه بيجينا توجيه من إدارة السدود إنه الناس تتحسب حتحصل زيادة في اليوم في يوم كده والزيادة عددها كده، لكن فوجئنا بزيادة مهولة جدا في مستوى النيل. يعني النيل ده في ذات ليلة زاد 4 أمتار، يعني دي حاجة فوق يعني فوق قوة أو تحمل البشر، يعني لا يستطيعوا إنه يجافق زيادة زي دي. وأنا من هنا بحمل إدارة السد، يعني سد مروي، أحمل المسؤولية تماما إنها هي السبب في الكارثة الموجودة الآن على الشاشة. وبقول لناس السد، أنتم سبب رئيسي في الحاجة اللي حصلت لنا بإهمالكم وعدم مراعاتكم لنا واستهتاركم البالغ جدا، لأنه على الأقل كان ينبهوا في أنه زيادة جاية. يعني في ما جاكم تنبيه أنه في زيادة على الإطلاق، ومستعدين نحن ماشيين بوفد إعلام المنطقة هناك، دايرين إدارة السد تجي ترد على الاتهام اللي نحن بنقوله الآن ده من خلال المنبر اللي نحن بنتكلم منه، ما يعملوا لنا خطاب في وسائل الإعلام، يجوا نوريهم الكلام الحصل. إدارة السد مسؤولة تماما عن الحاجة اللي حصلت دي. سد مروي يعني بدل ما يكون نعمة للمنطقة أصبح نغمة، في ترعتين المفروض ترعة تجي بالشمال
ترعى بالشرق وترعى بالغرب عشان توفر مويه لمساحات شاسعه من الاراضي، وكانت حتخفف الضغط وحتخفف المناظر السيئه اللي شايفينها الان دي. لكن للاسف الحاجه عادت علينا يعني عادت علينا وبال، يعني زي ما بيقولوا اهلنا جاء فزع بقى ايه بقى وجع. صحيح. ايوه اتهامنا واضح لاداره السد وصريح ومباشر، ولو عندهم اي رد يردوا لنا رد مباشر عبر القناة اللي احنا بنتكلم منها الان دي، ما يطلعوا لنا بيان وينفوا. طيب جميل. حجم الضرر كلنا شايفينه الان على الهواء يعني، وكل الناس متابعه وانتم شفتوا بعينكم، والوفد الاعلامي حيمشي ويشوف المجهودات الان اللي شغاله. وقبل انت قلت انه بس ده مجهود شعبي، فكلمنا عن حجم المجهودات المبذوله الان، والى اي مدى حاسس انه هي كفايه عشان ما تجابها الضرر؟ نحن في مرحله اولى عاوزين نجابها الضرر، وعاوزين انه اللي قدام ما يحصل ثاني نفس اللي حصل ده. الجهد الان الموجود في المنطقه كل جهد شعبي، يعني نحن في منطقتنا تحديدا اضطرينا نشتري شوالات بتاعت خيش للجسر. اول مسؤول او اصغر مسؤول تنفيذي زارنا تقريبا بعد 6 يوم من السد. وانا هنا عايز اتكلم مثلا عن حكومه الولايه الشماليه، يا جماعه لو انتم حتحكمونا من المكاتب يبقى كاننا يا بدر لا رحنا ولا جينا. نحن الوالي استبشرنا بها خير وقلنا ربما يحدث تغيير، لكن الان حكومه الولايه ما زارنا اي زول، رغم عن انه دنقل الموجوده فيها الحكومه تبعد عن كريمه 197 كيلومتر، يعني كان في يوم واحد وفي الحين وفي التو كان ممكن يصلونا ويشوفوا حجم الضرر، وعلى الاقل المزالة فيها جبر خواطر. ما نحن اصلا دي اراده السماء واراده ربنا ونحن ما بنرفضها، لكن لابد من توفر تخطيط ذاته سليم، لانه لما تجي مويه زي دي وتغمر المناطق دي، اذا في تخطيط سليم ما بيكون في انهيار لمنازل. أيوة يعني. ما بيكون في انهيار لمزارع، ما بيكون في دمار شامل للغرى اللي انت ذكرتها من خلال حضورك اليوم. مطلوب شنو؟ يعني انت محتاجين لشنو في المناطق دي؟ نحن الان في اللحظه اللي انا موجود معاكم هنا، الناس في البلد بيوجهوا في نداءات لانه ادركونا في زياده الان في منسوب النيل، لسه في زياده الان موجوده زياده، والان اللحظه اللي وانا داخل عليكم الاستوديو هنا في زياده، وانا من خلالكم يعني بطلق نداء استغاثه لكل الشباب الموجودين حول المنطقه المتضرره. الناس الموجودين في الغرف السته ديل ارهقوا تماما، لانه الان ما يقارب ال 15 يوم نايمين على الجسور زي ما بتوضح الصوره عندكم هنا، يعني ايوه عايزين تضامن من كل المحلية مرويت ابتداء من البركل كريمة انتهاء بالساب والهواء النازل يجون يساعدونا، لأنه نحن الآن نعاني معاناة تامة. الحاجة الثانية لنا يعني أتمنى أنه الناس تستجيب لها، شركات الأعلاف يعني تحاول تدعمنا بعلف، لأنه تضررت الرقعة الزراعية، الآن الحيوان يعاني ويعاني، ونحن طبعا يعني احتمالنا الكل على حاجاتنا الزراعه على زراعتنا وحيواننا. جميل. شكرا جميل استاذ عبد الحميد ابراهيم الكاشف، رضا الله انه تتوفق اللجنه ان شاء الله، وكل الجهود الشعبيه والجهود الحكومه ان شاء الله عشان ما يتم درء لاثار الفيضان بهذه المناطق. في الختام نتحرك عدد من الرسائل، رساله لكل المواطنين هناك في كجبي الى خور المحفور، للجنه الشعبيه الى لجنتكم الموقره، لمشاهدين الان وللحكومه ايضا، هذه الرسائل كلها متروكه لك في بريد كل هؤلاء. الرساله لمواطني المنطقه، يعني ظللتم طيله السنوات في صمود وتماسك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآن يعني شكل التضامن الموجود الآن ده ممكن نحن نستغله في عمل حاجات كثيرة جدا لقدام، مزيدا من التماسك ومزيدا من الصبر، وربنا يا أخواننا يعني يجبر كسركم. الرسالة أو النداء والبطلق لمنظمات المجتمع المدني، أغيسونا الآن، يعني أغيسونا. الصور اللي بتعرض على الشاشة بتوضح، يعني هي رسالة واضحة ما لا تحتاج إلى توضيح. الرسالة اللي بوجهها للحكومة المركزية متمثلة في عضو مجلس السيادة محمد الفكي، يعني شكرا لزيارتك الكريمة لنا في نادي زوما، ودعمك المعنوي ودعمك المادي
اللي الان بدينا شنو نجني ثماره. شكرا جزيلا حقيقه. يعني زي ما قال حميد ده اول ري ذاته يجينا يجني بينا كفايه علينا جيتنا، والحمد لله وعودك كانت صادقه، ونتمنى انه البلد تركز وتمشي لقدام. الرساله الاخيره لحكومه الولايه الشماليه، ان اردتم ان تحكمونا من المكاتب فلا خير فيكم. يعني مفروض الناس تجي وتجيب على حال الناس وتطيب خاطر وتطيب جراح. ورسالة لأبناء المنطقة في كل العالم، يعني الآن هذه 6 قرى تحتاجكم، وإنتوا أهل لتلبية هذا النداء. والرسالة الأخيرة لقناة الشروق يا أخواننا، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الجميلة، وشكرا أديتونا مساحة نحكس حجم الوجع أن احنا موجودين. ده حق مشروع، يعني كونك تكون على صباح الشروق ويعني تنقل ألم وحزن تلك المناطق المغمورة بمياه الفيضانات. وإحنا وإن شاء الله يمكن نكون حضور عبر كاميرا قناة الشروق في تلك الأماكن المتضررة من كجبي إلى خور المحفور. إحنا هنتواصل معكم بالتأكيد، ورسالة برضو للمسؤولين عن الاهتمام بتلك المناطق المغمورة بالفيضانات. إحنا حقيقة ما دارين نتكلم يكون ده كلام، دارين حاجات عملية نقدمها للمواطن، وتكون في إنذارات مسبقة. لسه النيل بيواصل الارتفاع في تلك المناطق. نعم. فرجاء أبسط إذا أطلقوا يا أخي أصلونا شوفوا علينا شنو. بالضبط كده. دي الفكرة. يعني ما بتكلف حاجة يعني. أتحي لكم متابعين ومستمرين في ذات الخط، وفي هذه المرة نوري بالشمالية نتابع.